السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. انا دكتورة نور ابراهيم، خريجة دفعة 23 جامعة العراقية. حكون وياكم هذا الكورس بمادة الفارما، بمادة الادوية. طبعا قبل ما نبدأ بالمحاضرة احب احكيكم عن مادة الفارما. مادة الفارما مادة صعبة وجدا صعبة، اوكي؟ ليش نضحك على روحنا؟ ما اصعب ماده اصلا، بعدين يعني اذا ضبطوها حتشوفون انه الباطنيه والجراحه اسهل او تمشي اكثر، او هي ماده نوعا ما شلون اقول لكم جافه، يحتاج لها حفظ هوايه، بس اذا فهمتوها وحفظتوها بطريقه فهميه كلش حتفرق عندكم الماده. اهم ماده اساس الطب، اساس الباطنيه والجراحه والاطفال والنسائيه. انتم مرحله ثالثة، المرحلة الثالثة هي آخر مرحلة بالبيزك وبداية المراحل الكلينيكال اللي هي الرابعة والخامسة والسادسة. رابع خامس سادس ما راح يدخلوا لكم بالأدوية، حيقولوا لكم أخذتوه أنتوا بالثالث، أوكي؟ بس حتاخذون كل التفاصيل اللي حتاخذوها هالسنة مطشرة، أوكي؟ فاضبطوا الأدوية هالسنة قد ما تقدرون، ركزوا 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 عليها. زين، شلون حناخذها بحيث اسهل عليكم هذا الموضوع؟ ناخذها بطريقه فهميه، اوكي؟ ناخذها بطريقه فهميه. انا لا حعبر لكم سطر، لا حعبر لكم حكايه من دكتور او مصدر معين، انا اقرا على مصدر الفارما زائد فيديوهات عبد المتعال انا دارسه عليها، فمسجله ملاحظاته وهمين اذكر لكم اياها بالفيديو، وحسب ما عرفت انه همين تجيكم، اوكي؟ زائد الفويزات او الريكوردات مال دكتوركم. فاريدكم تعيدون الماده، عيدوا الماده ايش قد ما تقدرون، ايش قد ما عندكم قوه عيدوا الماده. الفارما ماده تحب اعاده. عوفوا اليوميات كلها وركزوني بالفارما، عوف كل المواد، الفارما تنقر يومي. اقل صدقوني اقل محاضره تنعاد من 3 إلى 4 مرات صدقوني، اوكي؟ اذا تريدون تجيبون تقادير قويه بيها. ماده تحب اعاده، تحب حفظ، ركزوا بيها، وانا حبسطها عليكم قدر المستطاع. انا ححفظكم اياها، هفهمكم اياها، اريد بس تشوفون الفيديو يوم بيومه او اسبوع باسبوعه، وترجعون ورا الفيديو، اوكي؟ تقروها وحدكم مره وراها، حتى اني اكوزكم اذا باعوا، اذا ما ضيعتوا تعبي، تعبتوا وياي، احنا جهودنا حتكون متكافئه، يعني حرفين ايد ما تصفق، ايدي ويا ايدكم، صدقوني حنجيب تقدير جدا عالي، تمام؟ توكلوا على الله بيها، وإن شاء الله تخلص السنة وكلكم تبشروني وتفرحوني بأعلى التقديرات. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، أريد ما تعوفون شي مفاهمي، أي شي يخبط عليكم، دايخين وقعدتوا تقرون المحاضرة وأكفت شي تخربط، أني ما فهمتكم شي معين، تدخلولي خاص بأي وقت، حسابي أو معرف يمكم، ما أريد أي أحد يستحي، تدخلولي تسألوني لو باليوم 10 مرات، أوكي؟ أهم شي عندي الملزمة من تنطبق، أنتوا ما عندكم أي علامة استفهام على أي موضوع بيهم. أول محاضرات عندنا يمكن 5 أو 4 محاضرات الانترودكشن، هاي حتكون أثقل شي، أوكي؟ حتكون أثقل شي، بس هي أساس الفارما، أوكي؟ أساس دخولنا لعلم الأدوية وأساس دخولنا لمجاميع الأدوية، اوكي؟ هاي اساس شلون يشتغل الادويه، او شلون يتعامل الدواء ويا الجسم، وشلون يتعامل الجسم ويا الدواء. هاي اساس هاي اللي حتكون اثقل شيء اول 4 5 محاضرات، وراها حتشوفون روحكم اخذتوا على الوضع، تمام؟ وها هي، يا رب كل التوفيق، ويا رب تطلعون وانتو عمالقة بالأدوية. وصدقوني يعني اني مو قلت لكم بالبداية انه صعبة، بس اني هسه اكثر مادة احبها واحب اعيدها، لانه قلت لكم مادة تحتاج اعادة، وهسه اني يعني مقيمة، والاكثر مادة احب اعيدها وانسها هي الفارما، فدائما احب اكررها واشرح لكم اياها، وفعلا
مادة حلوة إذا تنفهم. زين ولا ما خلصنا التعارف سنبدأ بالمحاضرة الانترودكشن الأولى. زين بسم الله ويلا نبلش بالمحاضرة. زين هسه عندنا الانترودكشن. أول شيء عندنا الفارماكولوجي، علم الصيدلة. أوكي can be defined as a knowledge of the source، يعني احنا نقدر نعرفه على انه هو معرفة المصادر، معرفة شنو مصادر المادة الدوائية، الخواص الفيزيائية والكيميائية للمادة الدوائية. اوكي والمركبات مالتها او التركيب مالتها، physiological action شلون هاي المادة الدوائية تشتغل فيزيولوجيا على جسم الإنسان، شلون حتمتص وشنو نهايتها، شلون تطلع من الجسم، والtherapeutic uses of drug وشلون نستخدم الأدوية أو شنو الفوائد الدوائية للأدوية، شلون نستخدمها كعلاج، كل دواء يستهدف يا مرض، كل دواء يعالج يا مرض. زين زين ادراج الادويه نقدر نعرف الدواء. ادراج may be broadly defined as any chemical agent that affect living protoplasm or any substance that used to prevent diagnose and treat disease. عرفنا الادويه. زين ادراج or الدواء شنو الادويه. اوكي A drug may be broadly defined as a chemical agent that affects living protoplasm. يعني أقدر أعرف الدواء على نطاق واسع إنه هو شنو؟ إنه هو أي مادة كيميائية تأثر على الخلية، تأثر على الجزء الحي بالخلية. Living protoplasm يقصد بها السيل، أصغر وحدة حية بجسم الإنسان أو أصغر شكل للحياة هو الخلية المكونة من نواة وسيتوبلازم وغشاء بلازمي. فالدواء هي المادة الكيميائية اللي تأثر على الخلية. Or any substance that used for to prevent diagnose and treat disease. أو أي مادة تستخدم لوقاية من المرض، يعني أعطي مواد كيميائية حتى أسوي وقاية من مرض معين مثل اللقاحات، أو diagnose أو أعطي مادة دوائية إذا استجاب لها المريض حشخص مرض إنه استجاب لهاي المادة الدوائية لأنه هو بكذا. Or treat disease أو معالجة المرض. التعريف الثالث عندنا هو toxicology. التوكسولوجي هو علم السموم. A branch of pharmacology هو فرع من فروع علم الأدوية، يتعامل ويا التأثيرات غير المرغوب بها للمواد الكيميائية على جسم الإنسان. زين التوكسين شنو العاد؟ التوكسين هي السم بحد ذاته أو السم، المادة السمية بحد ذاتها. Are usually defined as a poison of biologic origin that is synthesized by a plant or animal or inorganic poison such as lead and arsenic. يعني شنو؟ يعني هي مادة ذات أصل بيولوجي، يا أما تتصنع عن طريق النباتات أو عن طريق الحيوانات أو غير عضوية، مواد غير عضوية، سموم غير عضوية مثل الرصاص والزرنيخ. أوكي الرصاص والزرنيخ هاي المواد تكون سامة على الجسم. هسه لهنا أنا أخذنا تعاريف. ها لحظة بقى الفارماكوجينيتك شنو الفارماكوجينيتك؟ الفارماكوجينيتك علم الوراثة الدوائي. أوكي it is study of genetic basis for a variation in drug response. يعني هو دراسة الأساس الجيني للأشخاص اللي حيتكون استجابتهم مختلفة لنفس الدواء. يعني دواء حيأثر بهذا الشخص أكثر من هذا الشخص، دواء أعطيته شخصين يأثر لي بشخص أكثر من الثاني لأنه هذا استجابته الجينية تختلف عن هذا عن الشخص الثاني أو عن الاستجابة الجينية للشخص الثاني. زين هسه أخذنا التعاريف
الأول فارماكولوجي هو العلم اللي يدرس مصدر الخصائص الفيزيائية والكيميائية وتركيب وامتصاص ونهاية وإخراج والاستخدامات الدوائية للدواء. الدواء بحد ذاته عرفنا شنو هو، أي مادة كيميائية تأثر على الكائن الحي أو نستخدمها حتى نقي ونشخص ونعالج المرض. توكسولوجي هو علم السموم، هو علم يدرس الآثار الجانبية، الأعراض الغير المرغوب بها للمادة الدوائية. زين، التوكسين مثل ما عرفنا هي مادة بيولوجية، يا أما أساسها بيولوجيا أما أساسها كيميائي مثل الزرنيخ والرصاص أو جاي من النباتات والحيوانات، تأثر سلبا على صحة جسم الإنسان. والفارماكوجينيتيك هو دراسة الاستجابة الجينية للدواء في الشخص الواحد. زين، هسه وصلنا للنيتشر اوف دراج، طبيعة الأدوية. اوكي، طبيعة الأدوية. الدراج ان كمان يوز انكلود ان اورجانيك ايون نون بيبتايد اورجانيك مولكيول سمول بيبتايد اين بروتين نيوكليك اسيد ليبيد كربوهيدرات سم ار فاوند ان بلانت اور انيمال اند اذر بارتيكولار بارشلي اور كومبليتلي سينثيتيك. يعني يقول الأدوية الشائعة، الأدوية اللي نستخدمها هي بالعادة يا أما أيونات غير عضوية، يا أما جزيئات عضوية غير ببتيدية، يا أما بروتينات، يا أما أحماض أمينية، دهون، كربوهيدرات. يعني هاي بين قوسين المادة اللي يتكون منها الدواء واسعة مختلفة. The drug molecule interact with a specific molecule in biological system. يعني شنو؟ يعني أنا من الدواء من الطيت مثلا هاي المركب، هذا المركب جزء منه مثلا ايون، جزء منه كربوهيدرات، جزء منه مثلا اي كان تركيبه. هذا الدواء من الطيت الجسم الانسان وين حيروح؟ هذا الدواء حيروح الى تارجت، الى تارجت، الى هدف معين داخل جسم الانسان. هذا الهدف المعين قد يكون ريسبت، قد يكون مستقبل، أو قد يكون قناة أيونية تفتح وتسد حتى تستقبل وتخرج أيونات. أيا كان الهدف، الدواء أول ما يدخل للجسم حيروح باتجاه هنا. أنا مطينة التارجت مال الدواء بالجسم الإنسان قد يكون المستقبل. أوكي، ذات بلاي a regulatory rule اللي يلعب دور تنظيمي، وهاي حنوقف عليها هواية فد شوية. زين In order to interact chemically with its receptor, drug molecule must have the apparent size, electric charge, shape and atomic composition. يعني شنو؟ يعني أنا طيب دواء، هذا الدواء حنرمز له بالحرف A. أوكي، هذا الدواء حنرمز له بالحرف A. هذا الدواء دخل الجسم الإنسان وراح على مستقبل. اوكي، راح على المستقبل اللي هو الهدف مالته، اتفاعل ويا المستقبل، سوالي مركب سميناه دراج ريسبتر كومبلكس. اذا الدواء اللي هو دراج راح على المستقبل مالته، اتفاعل ويا، سوالي معقد اللي هو المعقد المكون من الدواء والمستقبل مالته. زي ما حد سيجي يقول لي، تقولي مستقبل مستقبل مستقبل، هو شنو هو المستقبل؟ المستقبل اقدر اعرفه هو بروتين، مادة بروتينية موجودة على غشاء الخلية، لها جزء خارج الخلية ولها جزء داخل الخلية مسؤولة عن نقل الإشارات والتحفيزات من خارج الخلية إلى داخل الخلية والعكس. صحيح، يعني وظيفتها استلام الإشارات، استلام التحفيز. هو جزيئة بروتينية موجودة على سطح الخلية. زين هذا مستقبل. أوكي، زين أو أقدر أعرفه تعريف أسهل لكم، إنه هو أي جزء داخل جسم الإنسان يجي الدواء ويلزق به ويسوي لي الدراج ريسبتر كومبلكس. زين،
هسه الدواء هذا اللي جايني من برا اللي جايني من الخارج يا اما يكون حامل شحنه يا اما يكون مختلف من ناحيه الشكل، الى تركيب معين، الى عدد ذره معين، الى شحنه معينه، اوكي حيتفاعل ويا المستقبل الموجه تجاهه. A useful drug must have necessary property to be transported from its site of administration to site of action. يعني هذا الدواء اللي أنا اعطيته لازم بيه خصائص، هاي الخصائص تساعده حتى ينتقل من مكان إدخاله. يعني مثلا إذا أخذت الدواء على شكل حباية، أخذته على شكل أبرة، لازم هاي الدواء، هاي المادة الدوائية بها الخصائص تنتقل من مكان الإدخال، يعني إذا حباية تنزل ويمتصها الجسم وتروح للمستقبل اللي مستهدفته. A drug should be inactivated or excreted from the body at a reasonable rate so that its action will be of appropriate duration. يعني هذا الدواء ما يصير يظل يشتغل بالجسم طول الحياة، إذا اعطيت حباية تظل بجسمي مدى الحياة. إذا أخذت مثلاً هسه أموكسيسيلين، الأموكسيسيلين فترة وجسمي حيتخلص منه، حيطلعه، أوكي؟ ماكو دواء أخذه ويظل داخل جسمي ما يطلع مدى الحياة، أوكي؟ إذا الجسم يتعامل ويا الدواء ويطلعه خارج الجسم. زين، خلي أقول لكم معلومة نستبق الأحداث شوية. معلومة انه انا عندي دواء دا احكي على دواء دراج، ودا احكي على شنو؟ دا احكي على بادي، دا احكي على جسم الانسان. الطريقه اللي يتعامل او الطريقه اللي ياثر بيها الدواء على جسم الانسان اسميها فارماكو دايناميك. إذن واحد يجي يقول لكم شنو الفارماكو دايناميك، قولهم هو طريقة تأثير الدواء على جسم الإنسان، وطريقة تأثير الجسم على المادة الدوائية هي الفارماكو كاينتيك. هسه حتعرفون شنو أقصد بكل وحدة، بس هاي تحطوها براسكم. زين، هسه دراج سايز، من الخصائص، من الخصائص مال الدواء، من الخصائص مال الدواء اللي اعطي او المادة الكيميائية اللي اعطيتها حتى تأثر لي على جسم الانسان بيها حجم للجزيئات مالتها، حترتبط بطريقة معينة ويا المستقبل اللي هي تستهدفه ويا التارجت مالتها، الدواء الى شكل معين، والدراج بادي انتراكشن وطريقة تفاعل معينة ويا الجسم. زين، نيجي على أول نقطة اللي هي دراج سايز اللي هو حجم الدواء، أوكي، أو حجم ذرات الدواء. الدراج vary in size from very small molecule weight to a large molecule weight. يعني ذرات الدواء متغيرة، اوكي، تختلف من ناحية الحجم، قد يكون وزنها الجزيئي صغير جدا، صغير جدا مثل ايونات الليثيوم، اوكي، الى جزيئات كبيرة جدا مثل الثرومبوليتيك انزيم انتيبادي اذر بروتين، مثل الانزيمات المسؤولة عن التخثر والاجسام المضادة، والبروتينات تكون جزيئات كبيرة. البروتينات والانزيمات المسؤولة عن التخثر والاجسام المضادة يكون حجمها حوالي 50,000، بينما الليثيوم ايون او جزيئات الليثيوم هو 7 فقط. زين، الدراج smaller than 100 are rarely sufficiently selective in their action. يعني كل ما كان الدواء صغير الحجم كل ما زاد تأثيرها، كل ما زاد امتصاصها. الأدوية اللي حجمها أو حجم ذراتها كبير غالبا ما تكون امتصاصها سيء وتوزيعها بالجسم سيء.
اذا هسه لحد الان وصلنا هاي اهم معلومه ناخذها. اوكي هاي اهم معلومه ناخذها، انه الادويه او الماده الدوائيه اللي تكون صغيره هاي تمتص بشكل جيد وياخذها الجسم ويوزعها بشكل جيد، بس مو سلكتيف، مو انتقائيه بشغلها. بينما الادويه اللي يكون ذراتها كبيره حتمتص بشكل سيء وتتوزع بالجسم بشكل سيء. Large drug, very large drug must be administered directly into compartment while they have their effect. يعني لازم الأدوية تكون ذراتها حيل كبيرة وأنا متوازي أخذ هاي الذرات الكبيرة، لازم أحقنها مباشرة أو أطيها مباشرة بالمكان اللي لازم تشتغل به. هسه حناخذ شلون يتوزع الدواء وشلون يمتص. ف اذا كانت هنا عندكم شويه علامات استفهام فترى هاي الوجه حفظيه تمام ما بيها، يعني انتم فهموا اللي دا اعطيكم اياه، ادري دا لقط لكم منه ومنه، بس هي هاي الانترودكشن. بعدين نهايه الانترودكشن حتلمون الماده مالتها بصوره تخبل زين. الدراج ريسبتر بوند هسه الرابطة او الروابط بين المستقبل والدواء زين. الدراج بايند ريسبتر وذ فاريتي اوف كيميكال بوند، يعني ماكو طريقة ربط واحدة بين المستقبل والدواء، اكو هواية او اكو ثلاثة اللي هي الاساسية. اكو عندنا الهيدروجين بوند، الهيدروجين بوند اللي هي الأكثر انتشارا بالجسم بين الدواء والمستقبل. أكو الأيونيك بوند، هاي تكون ريفيرسبل يعني ممكن تنفك. وأكو الكونفلنت بوند، هسه أحكيكم على واحدة واحدة زين. These include very strong covalent bond. شنو هي الكوفيلنت بوند؟ الكوفيلنت بوند هي الآصرة التساهمية أو الرابطة التساهمية. تتذكرون بالكيمياء احنا كنا كل مادة أو كل ذرة حولها البروتون حول الإلكترون والإلكترونات تمشي بمسارات زين. إذا داخلت المجالات وصار إلكترون يشتغل يعني يشتغل على ذرتين حيسوي آصرة تساهمية، آصرة تساهمية. هاي الآصرة التساهمية قوية جدا ولا يمكن فتحها، تكون irreversible. يعني إذا ردت أطلع الدواء اللي مسوي آصرة تساهمية ويا المستقبل لازم أشيل الدواء هو والمستقبل وذبه برا الجسم زين. الكتروستاتيك بوند او الايونيك بوند هي نفسها، هنا تجي ماده ذات شحنه سالبه ترتبط ويا ماده ذات شحنه موجبه وتصير بيناتهم اصره الكترونيه، وبس تروح الشحنات وبس تختلف الشحنات تختفي هاي الاصره. والهايدروفوبيك بوند، هايدروفوبيك بوند او الاصره الهيدروجينيه much weaker interaction، هاي العصرة هي تكون أكثر انتشارا زين. الدراج شيب، شكل جزيئات الدواء. The shape of a drug molecule must be complementary to that of the receptor site in some way that key is complementary to lock. يعني شنو؟ يعني لازم شكل الدواء يكون مثلا عندي آني هذا شكل المستقبل أو هذا شكل المستقبل، لازم الشكل الدواء اللي دا صممه يلائم شكل المستقبل الدا استهدفه. يعني لازم يكون شكل جزيئة الدواء بهذا المستقبل هيجي حتى يتركب عليها ويقدر يشتغل. هنا لازم يكون هيجي شكل الدواء، لازم يكون شكل جزيئة الدواء ملائم لشكل المستقبل اللي حيروح ويشتغل عليه. That is a key in complementary to ALOC. يعني هذا هو المفتاح، مثل طريقة المفتاح يكمل القفل. أوكي. Drug body interaction. Drug body interaction. تفاعل بين الدواء والجسم.
the interaction between drug and the body are conventionally divided to two class. Pharmacodynamics describe effect of drug on body, بينما الفارماكوكينيتيك دراج افكت اوف بودي اون دراج. هسه احكي لكم هاي شنو. نفس ما حكيت لكم فوق انه الفارماكوديناميك هو تاثير الدواء على جسم الانسان، بينما الفارماكوكينيتيك هو تاثير الجسم على الدواء، شلون يتعامل الجسم ويا الدواء. اوكي، اذا هي هاي التفاعلات بين الدواء والجسم تنقسم الى فئتين. الفئه الاولى هي الفارماكوديناميك، شلون يتعامل الدواء ويا جسم الانسان. باعوا فارماكو دايناميك، حتى لا تخربطون، دايناميك دراج يعني شلون يتعامل الدواء بالبدايه، دايناميك الدواء بالبدايه، بينما الفارماكو كاينتيك هو شلون يتفاعل الجسم الانسان ويا الدواء، شلون يتعامل الجسم الانسان من يدخل له دواء. زين، لهنا نعتبره موضوع كامل خلاص. اذا هسه اخذ شخص نبي، اول شيء عرفنا علم الأدوية، عرفنا الأدوية، عرفنا علم التسمم، عرفنا شلون أو الجينات الدوائية، عرفنا طبيعة المادة الدوائية بالمختصر، أن الدواء هو مركب كيميائي يتكون قد يكون من أيونات غير عضوية، ببتيدية، بروتينات، أحماض نيوكليوتيدية، تختلف كل ذرة دواء من ناحية الشكل، من ناحية الشحنة، من ناحية الحجم. أوكي زين، وأخذنا الخصائص مال ذرات الدواء، قلنا الحجم كل ما كانت صغيرة كانت السلكتيفيتي مالتها كانت الانتقائية مالتها قليلة، بينما كلما كانت أو كلما كانت الذرات الدوائية كبيرة الحجم قل امتصاصها وقل توزيعها بالجسم. زين، وراها أخذنا الخاصية الثانية اللي هو شلون يرتبط الدواء بالمستقبل. قلنا بثلاث أشياء، يا أما بالعصرة الهيدروجينية اللي هي نفس الهيدروفوبيك بوند، يا أما عصرة أيونية اللي هي الكتروستاتيك بوند، يا أما عصرة التساهمية اللي هي سترونج كوفيلنت بوند. وعرفنا كل واحدة شلون تصير. الهيدروفوبيك بوند هي مثلا مركب بذرة هيدروجين ترتبط ويا ذرة نيتروجين أو ترتبط ويا ذرة أكسجين. هاي عادة هاي العصرة تكون كارهة بالماء، كارهة للماء أو باتجاه غير محب للماء، يعني غير محبة للماء، عصرة غير محبة للماء. أوكي، وهاي تراكيبها تراكيميائية، هاي بالبايوكيمستري إحنا ما علينا بيها. أوكي، بس أخذوا فكرة، الدراج شيب قلنا لازم المفتاح والقفل. أوكي، لازم شكل المفتاح اللي هو الدواء ملائم لمكان القفل مالته. شلون يتعامل أو شنو التفاعلات تصير بين الدواء والجسم؟ قلنا هي نوعين، يا أما فارماكوديناميك شلون يتعامل الدواء، دايناميك الدواء ويا جسم الإنسان، والكاينتيك شلون يتعامل جسم الإنسان ويا المادة الدوائية الداخلة إله. اتوقع لهنا ضبطنا هاي الوجهه. هسه ننتقل بسم الله، ننتقل للوجهه الثانيه. حنبدي اول شيء ناخذ الفارماكوديناميك بالتفصيل، وراها نرجع ناخذ الفارماكوكاينتيك. زين، الفارماكوديناميك او ديناميكيه الدواء، ديناميكيه الدوائيه. اوكي، مولكيول ميكانيزم تو دراج اكشن، يعني الاليات الجزيئيه لعمل ماده دوائيه. زين، او شلون ياثر الدواء على جسم الانسان. زين، فارماكوديناميك تعريفه it is the study of biochemical, cellular and physiological effect of a drug and their mechanism of action، يعني هو علم دراسه التأثيرات الكيميائية الحيوية والخلوية والفيزيولوجية للأدوية وآلية عملها. زين، the effect of most drug result from their interaction with macromolecule compound of organism، يعني تأثير الدواء ينتج من المادة الدوائية تروح إلى هدف معين، تروح إلى مستقبل معين وتسوي عليه تأثير، فحينتج تأثير هذا الدواء. إذا إيش وقت ينتج تأثير الدواء؟ من تتفاعل المادة الدوائية داخل الجسم الإنسان مع الهدف مالتها. زين، إيش حندرس بالفارماكوديناميك أو الفارماكوديناميك داينتك شنو؟ الفارماكوديناميك هو علم ايش ياخذ؟ ياخذ دراسة المستقبلات والمؤثرات. راح ناخذ دوز ريسبونس كيرف، حناخذ رسم تخطيطي
عن الدوز، عن الجرعة اللي نعطيها والاستجابة للجرعة، حنفتهمه كلش زين وإن شاء الله حيصير عليكم كلش سهل. حنعرف طبيعة الدواء، هل هو الدواء محفز كلي، محفز جزئي للمستقبل، أو يسوي بلوك للمستقبل، أو ناهضات عكسية، أو يسبب استجابة عكسية للمستقبل. حنعرف كل واحدة معناها شنو. سيجنالينج ميكانيزم حناخذها بالتفصيل، يعني آليات الاستقبال الإشارة ونقلها، وريسبتور ريجوليشن وتنظيم المستقبلات الأخرى. هاي هي المحاضرة الباقية مال اليوم كله. حناخذ نقطة نقطة بيها. أول شيء حناخذ هو الريسبتور إفكتر. المستقبل، عرفت المستقبل هو شنو؟ هي جزيئات بروتينية موجودة على الغشاء البلازمي للخلية، بيها جزء خارج الخلية وجزء داخل الخلية. وعرفناها التعريف الثاني اللي خاص بالأدوية، اللي هي الماء أو هي المركب البروتيني اللي يرتبط بي أو يلزق بي أي دواء داخل الجسم، دواء يستهدف هذا المستقبل. زين، هسه الريسبتر او المستقبل ايش معرفتكم اياها بمهزمتكم؟ ريسبتر ار ذا سبيسيفيك مولكيول ان ا بايولوجيكال سيستم وذ ويتش ذا دراج انتراكت تو برودوس تشينج ان فانكشن اوف ذا سيستم. نفس تعريفنا بس بصوره شنو؟ مطوله اكثر. نفس التعريف، هي جزيئات موجوده في النظام البيولوجي لجسم الانسان التي يتفاعل معها الدواء ويحدث تغيرات في وظيفتها. زين، receptor must be selective in their ligand bind characteristic. المستقبلات لازم تكون لها خصائص انتقائية في الارتباط الخاص بها. يعني شنو هذا آخر سطر؟ هذا آخر سطر، ركزوا لي عليه. الدواء الدراج اللي رمزنا له بالحرف أي، من يرتبط ويا مستقبل قلنا حيسوي دراج ريسبتر كومبلكس، حيسوي معقد مكون من المادة الدوائية والمستقبل. هذا الكومبلكس أو الدووية المستقبل حيرتبط بمادة أو حيرتبط بليجن، حيرتبط بشنو؟ حيرتبط بليجن. شنو هو الليجن؟ الليجن اللي هو الرابطة، لينك ليجن. لازم المستقبل يكون الليجن مالته انتقائي، يعني مو ويا، يعني مو كل مستقبل يرتبط ويا اي دواء، لازم هذا الدواء مصمم خصيصا له. يعني مثلا شكل مستقبل هيجي، هيك شكله، مو يجي هذا الدواء يرتبط بي، يجي هذا الدواء يرتبط بي، لازم يرتبط بدواء يكون ملائم شكله والوظيفته. هذا المستقبل من يرتبط بهذا الدواء، أو هذا الدواء من يرتبط بهذا المستقبل، يا أما حيزيد من وظيفته، يا أما حيسوي له بلوك ويعمل وظيفته، يا أما حيأثر بصورة جزئية على وظيفته. المهم حيأثر بصورة أو بأخرى على الوظيفة مال هذا المستقبل. زين، most receptors are protein macromolecules that normally serve as receptor for endogenous regulatory ligand. يعني مثل ما قلت لكم هو بروتين، المستقبلات هي جزيئات بروتينية كبيرة تشتغل كمستقبلات للروابط التنظيمية الداخلية داخل الخلية. A drug receptor are often located on the surface of the cell. يعني المستقبلات الدوائية تكون عادة موجودة على سطح الخلية، يعني على السطح البلازمي مال الخلية، على السطح الخارجي للخلية. زين، but may also located in specific intracellular compound. بس قد بحالات أخرى نلقاها أو نلقى أدوية تشتغل على مستقبلات داخل الخلية،
تخيلوا يعني مثلا اكو عندنا احنا نوع اللي هو انترا سيلولار ريسبتر نيوكليير ريسبتر، اكو دواء يشتغل وين وهو دواء شائع كلش، ما يشتغل على المستقبلات الموجوده على السطح الخارجي للخليه، يروح على النواه وفوق النواه اكو مستقبلات اللي هي يسموها نيوكليير ريسبتر يشتغل عليها، مثل من مثل الكور تيكو ستيرويد. اللي ما سامع بيه حيسمع بيه، واللي سامع بيه انه هو هواي شائع الكورتيكوستيرويد وهواي استخدامات له، حناخذ ان شاء الله بالمحاضرات الجايه. هذا الدواء يشتغل الماده الدوائيه بيه، ما تشتغل بمستقبل على سطح الخليه، لا على سطح النواه داخل الخليه. such as the nucleus or extracellular compartment as case drug that target coagulation factor and inflammatory mediator. يعني كمثال قد يكون هذا الدواء موجه الى الى النواة داخل الخلية او الى عضيات خلينا نقول اخرى، مثل الادوية اللي تشتغل على عوامل التخثر وعلى العوامل الالتهابية. هاي بعطيكم اياها كمثال ومو مهمة. many drug also interact with acceptor. يعني شنو؟ يعني بعض الأدوية ما تروح على مستقبل، لعد تروح على مواد أخرى. مثل شنو؟ مثل بروتينات أخرى، بروتينات مو مستقبلات. مثلاً الألبومين بروتين يفتر ويا الدم بالجسم بالأوعية الدموية، قد تكون هاي المادة الدوائية متوجهة ضد الألبومين أو ترتبط بالألبومين اللي يفتر بالأوعية الدموية مو بالخلايا، مو على سطح أو داخل الخلايا. which are entity that don't directly cause any change biochemical or physiological response but can also alert the pharmacokinetic of drug action. يقول وهاي هاي الانواع من الادويه او هاي الانواع من المستقبلات ما تسبب تغير مباشر بالاستجابه الكيميائيه الحيويه او الفيزيولوجيه، لكن تهيئ الطريق للدواء، تهيئ الطريق لتعامل الجسم مع الدواء بصورة أكبر. زين. drug commonly alert the rate of or a magnitude of intrinsic cellular or physiological response rather than create new responses. يعني الأدوية تغير معدل حجم الاستجابة الخلوية الفيزيولوجية، ما تخلق استجابات جديدة. يعني شنو بدي تحكي هسه هنا؟ هنا يعني الدواء من حيجي يرتبط بهذا المستقبل، هذا ما راح يسوي استجابة جديدة، ما راح يسوي وظيفة جديدة، يا اما حيزيد شغل المستقبل ويزيد الاستجابة للمادة اللي تشتغل على هذا المستقبل، او تقلل وتسوي بلوك للاستجابة مال هذا المستقبل، بس ما تسوي استجابات جديدة. هسه بما انه خلصنا الريسبتر خنعيده بصوره بسيطه، ونفس الوقت حلخص لكم اياه يمنا، اوكي؟ حتى شنو؟ حتى نضبط شي وما نعبر شي احنا مضابطي، ويعني نمشي هيك على السريع. الريسبتر او المستقبل، عرفنا الريسبتر شنو تعريفه وما تعريفه مهم، هو خل امسحها حتى اعدل لكم اياها. اي هو سبيسيفيك موليكيول، هو جزيئه، هاي جزيئه موجوده بجسم الانسان اللي حيتفاعل وياها الدواء ويسوي تغير بالوظيفه مالتها، ما راح يخلق وظيفه جديده، بس يا اما حيزيد الوظيفه مالتها يا اما حيقلل الوظيفه مالتها. زين هاي الادويه يا اما حترتبط بمستقبل، وين المستقبل يكون على سطح الخلية، يا أما مستقبل داخل الخلية على سطح النواة أو على سطح باقي العضيات الخلوية، أو الدواء يرتبط ويا أكسبتر، يرتبط ويا مواد ثانية مو على سطح ولا داخل الخلية مثل الألبومين، زين مثل السيرام ألبومين. زين سيرام ألبومين ترى هو دواء اوكي ندخله بالسيرام، وإلى بروتين، هو بروتين يساعد لي انه ما يتكون اديمة، يزيد البروتين بالاوعية الدموية حتى لا يصير وذمة، حتى لا يصير انتفاخ، حنحكيها بالمحاضرات الجاية ان شاء الله. ما اريد ادخل لكم هسه بالتفاصيل واطول المحاضرة فوق ما هي طويلة. زين قلت لكم
هاي همين حيل مهمة. يا أما تزيد الاستجابة أو قوة الاستجابة للوظيفة هاي الأدوية، يا أما تقلل الاستجابة للوظيفة أو تمنعها، بس ما تخلق وظيفة جديدة. هسه وصلنا لشنو؟ للإفكتورز، شنو هي المؤثرات؟ that are a molecule that translates drug receptor interaction into change in cellular activity. المؤثرات هي الجزيئات التي تترجم، تسوي translate، تترجم التفاعل بين الدواء والمستقبل، وتسوي شنو ترجمته؟ من تفاعل إلى action، إلى فعل تقوم به الخلية. Best example of effector are enzymes such as adenyl cyclase. هذا بس التعريف مالته مهم. الأجونست شنو؟ والأنتاغونست شنو؟ والبارشل أجونست شنو؟ والإنفيرس أجونست شنو؟ والأنتاغونست شنو؟ هاي أريدكم تركزوا لي بيها كلش زين. هاي هي الإفكتر. إحنا قلنا هي اللي ترجم التفاعل فعل، التفاعل تسوي فعل داخل الخلية. قلنا من يرتبط الدواء بالمستقبل حتصير واحدة من ثلاث أشياء، يا أما يزيد تأثير المستقبل، يا أما ينسى تأثير المستقبل، يا أما يتأثر بشكل جزئي. هسه حنركز وياي هنا باو. هسه احنا تكون عندنا ادراك هسه تكون عندنا ادراك ريسبتر كومبلكس. اوكي، تكون عندي الادراك ريسبتر كومبلكس. قلنا احنا لازم نترجم، لازم نشوف الافكت من الارتباط او من هذا الانتراكشن. هذا شنو؟ هذا انتراكشن، هذا تفاعل بين المادة الدوائية وبين المستقبل. هذا التفاعل حينتج عنا تأثير. زين، التأثير راح يكون بعدة اشكال، يا اما اغونست، اغونست شنو يعني اغونست؟ اول شيء حناخذه لح نرسم كيرف، حمفهمكم إياها على الكيرف حتى شنو، حتى تضبطوها بعدين أي حكي يجيكم عليها حتشوفوا كلش سهل. هذا هو الكيرف، هذا المحور واي وهذا المحور اكس. الاكس حنمثل إنه هو شنو؟ حنمثل إنه هو الدوز، الجرعة مال الدواء اللي دنطيها. المحور واي حنمثل انه هو الريسبونس، الاستجابة لهذا الدواء او الاستجابة لهذه الجرعة. زين، خلنا نفترض اعطيت اي دواء كان بجرعة 1 ملغرام، صارت لي استجابة مثلا ايه هلقد، صارت استجابة هلقد. اعطيت مثلا زيدت الجرعة، اعطيت 2 ملغرام زادت الاستجابة اكثر، اعطيت 3 ملغرام زادت الاستجابة بعد أكثر. أظل أصعد أصعد بالدوز إلى أن أوصل مرحلة لو قد ما أعطي دوز أكثر الاستجابة تظل نفسها. أعيد، هذا الكيرف هو شنو؟ هو الدوز، شقد أني دا أعطي دواء وشقد أني دا أستجيب للدواء بالمحور واي. زين، بالدوز 1 ملغرام صارت لي استجابة خلينا نقول 20%، بالاثنين ملغرام زادت الاستجابة صارت 40%، اعطيت 3 ملغرام من الدواء زادت الاستجابة صارت مثلا خلينا نقول 60%، جيت اعطيت 4، جيت اعطيت 5، جيت اعطيت 6، جيت اعطيت 10 ملغرام، إيش قد ما دا زيد الجرعة الاستجابة دا تظل نفسها. يعني أكو نقطة أنا مو أظل كل ما أزيد الجرعة تزيد الاستجابة، لا، أكو حد معين، أكو حد معين لو إيش قد ما أطي جرعة فوقه ما لح تصير استجابة. هذا الحد اللي هو أعلى جرعة يوقف عندها الاستجابة.
يعني اكثر شيء اطي وخلص الاستجابه تظل نفسها، يعني اعلى حد للاستجابه. سمينا نسميه اي ماكس. اي ماكس حتشوفوها هوايه اللي هي ماكسيمال افكت. ماكسيمال افكت اوف دراك اون بودي. الاي ماكس شنعرفها بالعربي، حعرف لكم اياها حتى ما تنسوها، هي النقطه اللي لو جد ما ازيد الجرعه فوقها الاستجابه لا تتغير. هاي حتى ما تنسون حكايتي. زين هنا انا من دا اعطي جرعه دا تصير استجابه، ازيد الجرعه تزيد الاستجابه، ازيد الجرعه تزيد الاستجابه، هاي معناها شنو؟ معناها دا يتحفز المستقبل، دا تزيد وظيفه المستقبل. هنا شو اسميها؟ اسميها اغونست. اذا الاغونست هو زياده، او اقدر اعرفها انه هي زياده الاستجابه بزياده الجرعه، تزيد الاستجابة بزيادة، تزيد استجابة المستقبل بزيادة الجرعة الدوائية. يعني كل ما أزيد الجرعة تزيد الاستجابة. يعني مثلا أطيت، خل مثلها على دواء معين حتى تفتهموها أكثر. أطيت أدرينالين، أدرينالين هذا يشتغل أنه على النبضات القلب. هذا الدوز مال الأدرينالين، هذا الدوز، هذا المحور إكس هو الدوز أوف ادرينالين، والمحور واي هو شنو؟ واي هو الاستجابة للادرينالين اللي هي الهارت ريت. خلنا نفترض انه اني كل ما طيت ادرينالين كل ما زادت الهارت ريت. يعني خلنا نفترض، خل اعيد رسمة حتى تفتهموا. اوكي، انه انا مثلا نطيت ادرينالين واحد، افتراض افتراض هذا بس كمثال حتى افهمكم اياه، واحد ملي جرام ادرينالين نطيت، طلع لي زيادة بالهارت ريت بنسبة مثلا 10%. جيت اطيت 2 ملي جرام ادرينالين، زيد لي الاستجابة بنسبة 20%، صار زيادة بالهارت ريت بنسبة 20%. جيت اطيت 3 ملي جرام ادرينالين، صارت الاستجابة خلينا نقول 60%، زادت الهارت ريت 60%. زين هاي كلها تزيد 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 تزيد، اي لهنا توصل تزيد بهالطريقة. زين اجيت اطيت 4 ملي جرام، اباوع على الاستجابة هي هي 60%. جيت اطيت 6 ملي جرام، اباوع على الاستجابة هي هي. اذا الاي ماكس عندي صار شوكت من اطيت جرعة 3 ملي جرام. الماكسيمم افكت صارت هي شقد؟ هي التأثير مثلا خلينا نقول 60%، زاد نبضات القلب 60%، والادرينالين ما يقدر يزيد نبضات القلب اكثر من 60%. هذا مثال، اتوقع هسه افتهمتوا الفكره مال الاغونست. الاغونست هي تزيد شغل المستقبل. يعني اذا اجيت هذا هذا دواء، او هذا عفوا مستقبل، اجت قعدت عليه هاي الماده الدوائيه، حتحفز هذا المستقبل يزيد الفاكشن مال الماده المراد عملها. لهنا اتوقع صارت واضحه. زين هسه نجي نقراها بالمحاضره. agonist is a drug capable of fully activate effector system. يعني شنو full activate effector system؟ عفوا هسه هاي مال الادرينالين. يعني شنو fully activate fully activated system؟ يعني شنو؟ يعني إذا كانت الخلايا مال جسم الإنسان عليها مثلاً
مستقبلات. الدواء حيروح على كل المستقبلات ويزيد وظيفتها، يعني يشتغل على كل مستقبلات الجسم بأقصى كمية. أوكي، يرتبط بكل مستقبلات الجسم. ماكو دواء يرتبط 100% بكل مستقبلات الجسم، ممكن 90% ممكن 99%، بس ماكو 100% مادة دوائية ترتبط بكل مستقبلات الجسم. بس هو حيشغل أقصى كمية من مستقبلات الجسم. زين، هو دواء شنو؟ كباب قادر، هو دواء قوي قادر على full activate effector system، على تفعيل نظام التأثير بصورة كاملة. حيسوي أقصى استجابة لأنه حيشغل كل المستقبلات الموجودة بجسم الإنسان المستهدف الدواء. full agonist has high affinity for the activated receptor conformation، يعني هذا إله قدرة كبيرة لتشكيل مستقبلات نشطة. زين، if the drug binds to same recognition site as endogenous agonist, this drug is said to be a primary agonist. يعني بقول هنا ال primary أو ال competitive، يعني شنو؟ يعني المادة الدوائية تشتغل بنفس المكان ويا المادة المؤثرة وتحفزها. يعني أنا أريد أشغل كل مستقبلات الأدرينالين، الدواء اللي طيته يروح على نفس المكان أو نفس المستقبل مال الأدرينالين ويزيد وظيفته. هذا الكومبتيتيف أسميه برايمري، المادة الدوائية تشتغل على نفس المستقبل للمادة اللي أريد أزيد شغلها. زين، الالوستريك or allotropic agonist bind to a different region on receptor referred to an allostric or allotropic site. يعني هاي المادة الدوائية تشتغل بغير مكان، بس هذا شي يسوي لي يحفز لي شغل المستقبل الأساسي والمادة اللي تشتغل عليها اللي أنا أريد أسوي وظيفتها. زين زين، لهنا خلصنا الأغونست. زين، خلنا نشوف بس أتأكد. إيه، أوكي، هنا أنا غطينا تقريبا كل الأغونس. زين، هسه عندنا البارشل أغونس. شنو يعني بارشل أغونس؟ نفس الكيرف حنحكي عليه، اللي هو حنحكي بيه على النقطة الثانية اللي هي بارشل أغونس. هنا أنا طيت دواء، هذا الدواء حالة الكومبليت أغونست، طيب دواء زيادة الجرعة زادت استجابة، زيادة الجرعة زادت استجابة. خلينا نقول بالبداية فعل لي 10% من المستقبلات، بعدين حفعل لي، خلينا نقول وصلنا فعل لي 40% من المستقبلات وبعد وقف. مثلا طيب دواء فعل لي بهاي الدوز 2 ملي جرام، فعل لي 40% من المستقبلات ووقف. قمت شقد ما زيد الجرعة ما يزيد الدواء، ما يزيد الاستجابة. شقد ما زيد الجرعة ما يزيد الاستجابة. هذا الشي يسموه بارشيل أغونست. يعني شنو؟ يعني قدر يزيد وظيفة أو يحفز جزء من المستقبلات المستهدفها، ما يقدر يحفز كل المستقبلات المستهدفها. ممكن يفعل 40% من المستقبلات اللي مستهدفها، 30%، 60%، 50%، بس ما يوصل للفول، ما يوصل انه يحفز كل المستقبلات اللي مستهدفها. زين، هذا شي يسموه partial agonist. partial agonist. زين، تقدرون تعرفوه بالتعريف الثاني او اللي يجي بالام سي كيو، انه هو give يعطي sub ماكزيمال، يعني قدرة أقل من أو استجابة أقل من الاستجابة الكاملة. response give sub maximal response، يعني يعطي
يعطي تحفيز بس أقل من الفول أجونست، يعطي تحفيز بس ما يحفز كل المستقبلات، يحفز جزء منها، قد يكون 40-60-70% بس مو أكثر. زين نقرأ بالمحاضرة ال partial agonist produce less than full effect، يعني حيحفز المستقبلات بس ما رح يسوي تأثير كامل، أقل من التأثير الكامل. Even when it's saturated in receptor، حتى لو كانت المستقبلات موجودة ما رح يحفز أكثر من نصها، 60% منها ما رح يقدر، المادة الدوائية ما رح تقدر تحفز كمية أكثر من المستقبلات ووظيفتها المستقبلات. But favor the active state and the presence of full agonist, partial agonist act as inhibitor. Some drug, in addition to block assist of a natural agonist to receptor, are capable of lower degree of activation. يعني شنو؟ يعني هاي المستقبلات تكون بحالة نشطة، تسوي عملية تنشيط. زين إذا عطيت هاي الأدوية البارشل أغونيست ويا فول أغونيست، هاي حتشتغل كمثبط. أوكي هاي حتشتغل كمثبط، هاي النقطة حطوها ببالكم، إنه إذا عطيت بارشل أغونيست ويا فول أغونيست، بارشل أغونيست هيشتغل كمثبط للفول أغونيست. زين هسه الإنفيرس أغونيست، الإنفيرس أغونيست ركزوا وياي.